صناعة التحف الفنية للتزيين والديكور بالورود والألوان هواية شباب من الجلفة منذ صغرهم لتصبح مصدر رزق وربح لهم من خلال تسويقها عبر الإنترنت. الشباب يناشدون السلطات مساعدتهم لتطوير مشاريعهم الاستثمارية الصغيرة للمساهمة في اقتصاد وطني ناجح. التغطية لسالم خضير. اليوم رانا في معرض الهدايا والتحف المصنوعة يدويا، مصنوعة محليا في صنع جزائري. كان حلم منذ الصغر، هي كانت هواية انه نخدم هك اشغال وهدايا، والحمد لله مدير دار ثقافة وفرنا الجو وتحقق هذا الحلم ومشينا في المشوار. رانا لسه في بداية المشوار. قبل هذا المعرض كنا نخدمه مجرد عبر تواصل اجتماعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم رانا درنا اول خطوه لينا امام الملأ، والحمد لله كان اقبال لباس به. بروجي تاعي وحده وحده بديناها اونلاين سوغ فيسبوك انستغرام و بار تيليفون، حتى يعني اليوم جاتنا الفرصه وين درنا العرض تاع منتوجاتنا. يعني كان بعض المنتوجات يعني حصريه، مثلا هذونا لي بوكس، هذونا اللي هنايا بعض الازهار للمونا. يعني هذا راه مشروع يعني بتمويل شخصي بامكانيات بسيطه، وان شاء الله راح يعني ان شاء الله نديروا ماذا بينا حنايا الدوله تعطينا دعم باش نكبروا هذا المشروع ونحققوا طموحات تاعنا، سورتو انه يعني مشروع جديد في ولايه الجلفه، فظهور طبيعيه غير متوفره كان يجبوه ولايات واحد اخرين، فان شاء الله راح تعم الفائده اذا كبرناه هنايا، فنطلب الدعم ان شاء الله.